السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته المتابعين ديالكم العربي. غادي نقدموا مع بعضياتنا اليوم واحد السلطه كتجي زوينه في المنظر وسهله، يعني ما فيهاش مكونات كثيره بزاف. فعلى بركه الله غادي نحتاجوا الرز اللي مسلوق مع الماء والملحه وشويه ديال الزيت، غادي نحتاجوا البربه مسلوقه ومحكوكه في الحكاكه، غادي نحتاجوا علبه ديال الطون بالزيت، جلبانه مسلوقه، خيزو مسلوق، ذرة معلبة، غادي نحتاجو شوية ديال المايونيز، غادي نحتاجو الكيتشوب، وغادي نحتاج شوية ديال الملحة، وشوية ديال البزار، وشوية ديال الخل. هادو بالنسبة للمكونات الأولى، وعناصر التزيين غادي نخليوها حتى من بعد. فأول حاجة الرز ديالنا مسلوق، يعني مصفياه، هانتو كي كتشوفو الحبة على الحبة. فالطريقة ديالي فاش كنسلقو، كندير الماء، يعني الا غندير زلافه ديال الرز غندير جوج زلايف ديال الماء، وكنديرهم في الكوكوط، كندير عليه الملحه، وكندير واحد شويه ديال زيت المائده، وكنسد عليه. بمجرد ما كتصفر الكوكوط كنحسب ليها 11 دقيقه بالتمام والكمال، وكنطفي البوطه ونخلي الصفاره في الكوكوط حتى تبرد ليا تماما، فكنلقاه بحال هكا مفارز بحال غندير به الصفه. صافي ديك الساعه غير كنصفيه وهانتو كي كيجي. هذه هي الطريقه، الله اكبر. فهنا غادي دابا ندير هاد الاضافات على الرز، غادي ندير جلبانه، وندير المايس، الجزر، ممكن ديروا اي اضافه نتوما تتبغيوها، فيكفي غير هاد الالوان مع بعضياتها راه كتشهي، يعني تاكلي سلطه اللي تكون زوينه بزاف، يعني وخصوصا انك كنتي غديري الحيمات اولا بحال دابا انا غادي نشوي القطبان، يعني ضروري ندير هكا سلطه فيها الخضار فيها هاد المكونات. فغادي نضيف دابا طون بالزيت، غادي نضيف شويه د الملحه، هي كل شيء المكونات مسلوقه بالماء والملح. فغادي نضيف شويه ديال البزار، الخل، غادي نضيف المايونيز. المايونيز دائما على حسابكم على حساب الوليدات ديالكم. غندير جوج معلقات كبار، غادي نخوي هاد الدنيا، صافي دابا غادي نخلط هاد المكونات حتى تمتزج مع بعضياتها. ممكن واخا المايونيز نضيف واحد الياغورت مسوس مع هاد المكونات، تيجي رائع بزاف حتى هو. فغادي نخلطها مزيان حتى كلشي من الفوق لتحت، يعني باش ما يبقاش هذاك الرز هانتو. هنا كيف كتشوفوا حتى خلطتو ساليت، عاد تفكرت الكيتشوب ديالنا، فدايما انا ناسياها، فانا كتعجبني هكا في السلطه كاضافه، وعاد كنحطها اللي بغاها كيزيد، وها يعني عزيزه على الوليدات بزاف. فغادي نعاود نخلطها حتى وكانت متزج ليا كامله. صافي وغادي نجيب كيفاش غادي نقدمها، يعني غناخذ واحد الاطار
اللي غادي نمرط فيه هاد السلطه. فهنا طريقه التقديم، غادي ناخذ هذا الاطار، درت وسط الطبسيل اللي غادي نقدم فيه، وغادي ندير نصف الكميه ديال السلطه ديال الروز على هذا الشكل، وغادي نحاول نضغط عليها مزيان. نقادها مزيان، هاد الشكل. وغادي ناخذ هاد الباربه ديالنا، غناخذ الباربه هادي، المعلقه كانت فيها غير المايونيز، معليش، غادي ندير هاد الباربه هكا كطبقه ثانيه. نزيدها للجناب على هكا، نقادها هاكم الطبسيل مقاد الجواني كامله. ودابا غادي نزيد الباقي ديال الروز، ونحاول نضغط مزيان. فهنا كيف كتشوفوا ناخذ هذه ديال الحرشه، وغادي نقاد بها مزيان الوجه. على هذا الشكل هانتو. دابا غادي نكمل التزيين. عناصر التزيين غادي ناخذ الخيار اللي قطعته هكا دوائر، شويه ديال المطيشه مقطعه، وهنا بيض مسلوق، وفرماج ديال الساندويتش. فغادي ناخذ الخيار ديالنا وغادي نديرو هكا دوائر على على هاد الدور كامل ديال الاطار. هنا من بعد ما درت هذيك الدوره، فغادي ناخذ دابا الطماطم مطيشه، الا كانت طوماط سوريز تكون احسن. بحال هكايا غادي ناخذ البيض مسلوق ونقطعو، وغادي نديرو مزوق بيه على هاد الشكل. ومن بعد ما كملت غادي ناخذ فرماج الساندويتش كنجمعو بحال هكايا وكنديرو على هاد الشكل. يعني نتوما تزين على حساب الذوق. وهذه هي السلطه ديالنا دابا كتصبح واجده. هنا كيف كتشوفوا من بعد ما كملت غادي ناخذ شويه من بذور الشيا وغادي نديرها هكا. كنعرفوا الفوائد ديال حبوب الشيا، وغادي ندير لكم بهم واحد الكيكه كتجي غزاله ان شاء الله. صافي، ونقدموها بالصحه والراحه. شوفوا غادي نحيدها من الاطار،
وهذا هو شكل السلطه ديالنا من بعد ما كتجي رائعه بزاف، وديك البربطه تعطي داك اللوين هابط الدمع بحال يعني كتغيير. هذه هي السلطه ديالنا، فنتمنى تروقكم وتنال الرضا ديالكم وتجربوها. وإلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من لايك الفيديو، اشتركوا بالقناه ديالي قناه هوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد ديال القناه ديالنا. دمتم في حفظ الله ورعايته، ونتلاقاو في فيديو جديد بحول الله.